مساء الفل ومساء الجمال على كل الناس الحلوه اللي بتسمعنا على الراديو 90 90. فاطمه مصطفى معاكم زي كل يوم خميس. يلا انتوا متعودين معايا ان يوم الخميس بيكون معانا ضيف مميز. ضيفنا النهارده واحد ضمن مجموعه من النجوم الشباب اللي غيروا شكل الكوميديا في مصر خلال السنين اللي فاتت. نجم الجميل محمد انور. والله انا ما عارف اقول لكم ايه، انا ممكن ابات معاكم. انا ما شفتش كده، انا لقيت كميه عيال طالعين من الجبل، عيال كتير قوي. ايه ممثلين كنا عاملينها في المسرحيه كده، وكانوا الاثنين الستات دول بيتريقوا على اي حاجه بتحصل في البلد النهارده. فشفت يا بنت الاهلي عمل ايه النهارده في الزمالك، فتقول لي ماله يا موكوش. هو كان عامل ايه؟ هو كان بيبقى عامل كان عندكم الاشربات المثلثه اللي بتربطوها دي، وكنا عندنا منشر بنمشي بيه. يا ابو جوده حلوه جميله. ابو حوده اسس. يعني انا اتوقع ان اسس ده يعني قريب جدا هيبقى زي رامز جلال كده، بس ساعات بقى بيعمل حاجه، يعني يبقى مثلا ممثل داخل خلاص داخل المسرح ويروح هو واقف وراه ويروح شادد البنطلون. شفتي الست اللي قعدت تخبط على البطيخه، تخبط على البطيخه، قال يعني البذر هيقوم يفتح. يا عمري يا قلبي انسى ايه. يا بنت اللذينه. ايوه بقى.